الرجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها ولو بدا للنجم الطال طال النجم. كيف بوجه رسالة معايدة وأنتم بخير جميعا ولأمنا الغالية سوريا. نتمنى بإذن الله أن تبقى عزيزة صامدة في وجه جميع الأعداء الذين يحاولون أن يدنسوا تراب هذا الوطن، وسنبقى صامدين بإذن الله. كل عام سوريا بخير. أمنا الغالية ولأمي بقول لك العام وأنت بألف خير، وإن شاء الله عيد الأم الجاي بتكون انتهت الأزمة وبيكون رجع كل شخص لأهله لعائلته لأمه، ومن عيد أمهات الشهداء والجرحى والمفقودين. بحب أقول لواتي أول شيء إن شاء الله كل عام أنت بألف ألف خير، وثاني شيء هي الأم سوريا أمنا كلياتنا وأم الشهيد، وبحب عايدة بعيد الأم لأنه هي أمنا كلياتنا، وبحب أقول إن شاء الله كل عام أنت بألف ألف خير. نتقدم التهاني لكل أمهات الجيش العربي السوري المقاتلين وخاصة أمهات الشهداء والجرحى، ونقول لهم الله يصبرهم بهذه المناسبة. هالمناسبة استغل هالمناسبة وعايد ابني اللي هو على الخط الأول بالجبهة وما في عايدني، بحب أقول له ابني كل ثانية أنت بخير، أنا عندي عيد. كل عام وأنت بخير جميعا، الله يحمي هالبلد، قائد هالبلد والجيش العربي السوري بإذن الله منصورين. عنا رجال هز جبال تحمل أرض بعينيها لو بدها للنجم الطال. I'm a